خلصنا الفيديو اللي فات على اننا رحنا الكاتالينا اللي هي تبع سيزر ولقيناها عايزانا نسرق 4 محلات، فاحنا بدأنا نسرق معاها اول محل وسرقنا منه تانك بنزين وهربنا وبعناه، وبعدها رحنا لواحد اسمه تروت شوف مين ده وعايز ايه، ولقيته تبع تيمبني وعايزك تروح تسرق مكنة كده عند ناس مزارعين، فانت بتروح وبتلاقيهم مسلحين فبتقتلهم وبتاخد المكنة وتوصلها لتروس، وبعدها بتروح لسيزر بعد ما هرب من الحي بتاعه بيبقى متضايق من اللي حصل وانت بتهديه، وبتخرج بتروح تروح لكاتالينا وتروح تسرقوا مكان تاني وبيبقى بنك فانتوا تسرقوه وتهربوا على البيت، وبعدها بتروح لها تاني وبتبقى بقت حبيبتك وكده، وبتروحوا على المكان اللي بعده ولما بتروحوا بيبقى بنك اكبر شويه فبتسرقوه وبتقتلوا الشرطه وبتهربوا على البيت، وبعدها بتروح لها تاني وبتتخانق معاها وبتنفصلوا وبتعملوا اخر مهمه مع بعض، وبتروحوا تسرقوا محل بس ناس بتسرقوا قبلكم فانتوا بتطردوهم وبتقتلوهم وبتاخدوا الفلوس وبتروحوا، وبعد كده بتقرر تروح لسيزر تعمل استباقات علشان فلوس وبتعمل اول سباق وبتكسبه، وبرضه بتكسب انك تعرفت على واحد اسمه ووزي واداك عنوانه علشان تشتغلوا سوا، وبعدها بتروح لسيزر تاني وبتبقى هتسابق كاتالينا ومعاها كلاود حبيبها، ولما بتكسب هي تدي الجراج تروح ليه، وبعدها بيتصل بيك تروث وبيقول لك تجيله ضروري وتأكد ان مفيش حد ورا. بتبدا الحلقه بقى يا اسطى وانت رايح لتروس تشوف عايز ايه، فلما بيبدا المشهد وبتبقى رايح تديله فلوسه اللي تيمبني قال لك عليها وبتبقوا هتروحوا سان فيرو، وبعدها بتسمعوا صوت الشرطه فبيعرف ان تيمبني خانه كالعاده يعني، وبيقول لك انك تبدا تحرق الحشيش اللي موجود، وانت بتبدا تحرقه قبل ما الوقت يخلص ومن كتر الدخان بتدوخ بقى وبعدها بيديك بازوجة عشان تضرب بيها الطيارة قبل ما الوقت يخلص والشرطة تكبس عليكم، فانت بتعمل كده وبتاخده وبتهربه على سان فيرو وبتخلص المهمة وانت بتاخد احترام بس. تقرر بعدها بقى تروح للعلامة اللي قدامك اللي هي تبع سي جي لان مفيش غيرها اصلا، فبيبدا المشهد وانت قاعد تندب على حظك وبتقول انا في السن ده واتضحك عليا ومن مين من العبيطة دي، وبتقعد تقول اعمل ايه بقى بالمخروبة دي، وبتشتم كاتالينا في سيزر بيزر عشانها هربته وكده، فانت بتصالحه، وبعدها بتبدا اختك تعبك وتقول لك انت عندك مكان وابدأ بيه، وساعتها انت هتوصل لحاجه اكبر، وبتقول لها انك ما عندكش وقت للكلام ده، فهي قالت لك مالكش دعوه انت انا همسك الاداره وهكبر لك المكان، فانت بتبقى عايز ناس تشغلهم معاكم، فتروس بيقول لك انا اعرف يا اسطى هنا ناس، فانت بتقول له خالصه وبتاخده عشان تشوفوا الناس دي فين، وتروحوا الاول واحد وده بيبقى واحد ميكانيك اسمه جيثرو، وبعدها بتروحوا للتاني واحد وده برده بيبقى ميكانيك واسمه دوين، بعدها بتقولوا له على مكان الجراج وهو بيروح هناك مع رجالته بعربيه، وبعدها بتروحوا لتالت واحد وده بيبقى واحد تقني هفق شويتين ثلاثه كده يعني اسمه زيرو، فبتاخدوه وبعدها بترجعوا على مكان الجراج بقى، وبعدها سي جي بيعرفهم انه انا شغل كتير في المكان وكده، وبتناري على سيزر وبتعرفوا عليهم، وبعدها كندي بتقول لك على طريقه تجيبوا فلوس حلوه عن طريق العقارات، تجيبوا حاجات مهلوكه وتطوروها وتبيعوها، فانت بتوافق وهي اللي بتمسك الحوار، وبعدها بتخلص مهمه وانت بتاخدش طبعا اي حاجه، انت بتجيب ناس يعني يا اسطى، بعدها حبيت تلاقي حد بيتصل عليك فبتشوف مين، بتلاقي زيرو بيقول لك ان الراجل اللي بيشتغل عنده عرض محل البيع ومش لاقي مكان يعيش فيه، وان حتى كده مش عارف استخبى من واحد اسمه بيركلي، وتقول له ما تقلقش انا كده كده اصلا بدات اشتغل في العقارات يا اسطى وانا هشتري المكان ده، وبتقفل السكه، واحده بتقرر تروح لعلامه سي جي، فبيبدا المشهد وبتلاقي حد بيتصل عليك، فانت بترد بتلاقي تيمبري ويا باي، وبيقول لك ازيك بقى يا اسطى وازاي امك وعامل ايه وكده يعني، فانت بتقول له مالكش دعوه بامي يا عم قول عايز واخلص، فبيقول لك ان في واحد موقعهم في مشاكل والشخص ده دي ايه، فانت ما يرضكش يعني، انا بصراحه مش عارف معنى دي ايه ده، فانتوا قولوا لي بقى في الكومنتات ده معنى ايه لو تعرف. المهم بتاخد بعضك وتروح لمكان الاوتيل اللي اسمه فانكوف، وبتلاقي اللعبه بتقول لك انك تتبع الحارس ده لحد الجراج من غير ما الحارس التاني ياخد باله وتقتله وتاخد هدومه لو انه جديد ومحدش يعرفه، فانت بتعمل كده وبتروح تقف معاه تستناه لحد ما بيجي، فانت بتاخد عربيته قبل ما حد ياخدها الدي ايه ده، عليها بتقف بعيد وبتتصل بالبوليس وبييجوا بيلاقوا المخدرات وبيقبضوا عليه، وبعدها المهمة بتخلص وانت بتاخدش اي حاجة، ده تمبل يعني قصدك العادي. بعد كده بتقرر تروح لزيرو تشوف عايز ايه، بتلاقي المحل بقى ومعاك فلوس كفاية فبتشتريه، وبعدها بيتصل زيرو بيك وانت بتقول له يجي يشوف بقى المحل اللي انت اشتريته ويظبط البيزنس بقى وبتاع وكده يعني، وبعدها بتخش المكان وبيبدا المشهد وبتلاقيه محبط على الاخر، وانت بتقول له اتصرف اعمل اي حاجة عشان يبقى كويس، فبيقول لك انه مش عارف يتبسط وانه اصلا عمره ما شرب مخدرات
مخدرات عشان يفكر فيها، ولا عمره فكر في البنات حتى، وكل هم التقنيه والحاجات دي. يعني مخدرات وماشي يا راجل. بيقول لك ان كمان باركر رجع وهو خايف، وبيطلع الراجل ده هو كسبه في مسابقه، ومن ساعتها هو محروق منه ونفسه ينتقم منه ويضره باي شكل. فجاه بيرن جرس الانذار، وفجاه بتعرفوا ان بيركلي عامل هجوم على مراكز الارسال بتاعه الابراج اللي فوق السطح بتاعكم. انت بتطلع السطح وبتاخد الميني جن وبتبدا تفجر الطيارات دي قبل ما تدمر الابراج بتاعتك، قبل ما الوقت يخلص، وبتخلص عليهم. وبعدها المهم بتخلص وانت بتاخد 3,000 دولار. المهم الوقت بتخش تاني لزيرو وتشوف نايس ايه عشان المحل يبدا يجيب فلوس كده يعني. فبيبدا المشهد وبتلاقي الصوت جاي من الدولاب، فبتبص بتلاقي زيرو متعلق من الكلوت بتاعه في شماعه الهدوم. اللي انت فيها يا حازم. وبعدها انت بتطلعه من هناك وبتقول له ان لازم يبقى عنده اسلحه يدافع بها عن نفسه. قال لك ان لا، ده انا معايا طيارات بتضرب نار وشك يعني. فانت بتتريق عليه، عليك حق والله يا سي جي. وبعدها بيقول لك انك هتاخد طياره منهم تتحكم فيها وتقتل بيها الاربعه اللي تعدوا عليه. فانت بتقول له خالصه وبتبدا تتحكم في الطياره. وبصراحه سواقه الطياره دي بضان لدرجه لا تتخيلوها بذراع التحكم، انا ما بلعبش بالماوس كيبورد. المهم بتقتل اول واحد اللي بيبقى في العربيه، فبتفجره وتروح للتاني اللي بيبقى بتلاقي على مكنه، وده بيهرب بقى وجددني معاه. وبصراحه المطارده كانت صعبه فقتلته يعني في الاخر. بعد كده بتروح على الاخير اللي بيبقى في عربيه، وطبعا ده اسهل واحد تفجره، وبيبقى مطلوب منك ترجع لسطح المبنى قبل ما البنزين يخلص. وانت بتعمل كده وماما بتخلص بقى وانت بتاخد 5,000 دولار. بعدها بتلاقي لسه زيرو مهمته ما خلصتش، فبتروح له تاني. فبيبدا المشهد ويقول لك لازم اعرف التحدي ده، انا خروف ولا معزه؟ اللي مش فاهم الفرق يعني يا جماعه، معزه دي في لغتهم يعني حاجه عظيمه يعني، تمام، اللي هي جوت، اللي هي جريتست اوف اول تايم، اللي بتتقال على ميسي كده. المهم بيقول لك انه عايزك تساعده، وبيديك الكتالوج تقراه علشان تعرف هتعمل ايه. وبعدها بيقول لك انه داخل في تحدي تاني مع بيركلي، وانها حرب الموت بقى وكده. وطبعا يعني سي جي بيبقى هيموت ضحك على العبط بتاعهم ده، فبيضطر ياخده على قد عقله وبيروح معاه. وبتبدا المهمه، بيبقى المفروض انك تحمي العربيه اللي ماشيه بالطياره بتاعتك اللي انت سايقها دي، بحيث تشيل اي عقبه من قدامها، وكمان تفجر اي تانك يهاجمه، وكمان انك تجيب الجسور تحطها لو في مكان مش عارف يعدي منه، وتعمل ده قبل ما الوقت يخلص. ولما المهمه بتخلص تبقوا خلصتوا على بيركلي ده. وبعدها بيبدا اخيرا المحل يطلع فلوس، ويطلع 5,000 دولار في اليوم. وبعدها المهمه بتخلص وانت بتاخد 7,000 دولار. قرر بعدها انك تروح للجراج بتاعك تاني بقى عشان يبدا يجيب فلوس هو كمان. فبيبدا المشهد وبتلاقي اختك زعلانه ان حد من العمان عنصر عليها، فانت بتقول لها ده انا ادفنه حي. والمهمه بتبدا وبتبقى فعلا راح تدفنه حي. يعني اقوال وافعال سي جي ده جامد اوف، احد مش كلام يا اسطى، افعال. المهمه بتبدا تدمر لهم منشاتهم وبتقتلهم واحد ورا الثاني. وبعدها الزعيم بقى بيخاف وبيستخبى في الحمام وبيقفل عليه. فانت بتروح تركب الجرار وبتزقه في الحفره لحد ما بيقع في الحفره اللي هي اللي هتدفنه فيها. وبعدها بتروح العربيه بتاعت الاسمنت وبترجع بدارك، وهوب بتديها واحد اسمنت على الحفره، وبكده انت بتبقى دفنته حي وقتلته عشان يبقى عبره لاي حد يفكر يضايق كندي. والمهمه بتخلص وانت بتاخد احترام بس يعني انت مش احترام، ده انت نهار ابيض، انت دفنته حي يا ابني. بعد كده بتقرر تروح تاني للجراج بتاعك، وبتبدا المهمه، وسيزر اتصل بيك وقال لك تجي له مكان تاخده منه عشان هتروحوا مكان تعملوا حاجه مهمه. فايه هي الحاجه وليه مخلينا نروح للمدينه دي تاني مع ان احنا كنا خلصناها؟ فده هنعرفه بقى ايه الحلقه الجايه ان شاء الله. من هنا بقى استحب اقول لك شكرا من كل القلب على الدعم وعلى 200 مشترك، يعني احنا عدينا ال 200 مشترك كمان، ان شاء الله في طريقنا ل 1000 مشترك بقى في اسرع وقت يا شباب. وبقول لك بقى من هنا ما تنساش لايك شير سبسكرايب بقى، وظبطني يا اسطى وروق على فخاري، ويلا سلام.